الإخوة الأعزاء أعضاء المجلس، الإخوة وزراء الوزراء ومحافظي المحافظات، بداية باسمكم جميعا نرفع تعازينا لفخامة الأخ الرئيس عبد الرب المنصور هادي رئيس الجمهورية في استشهاد المناضل الكبير نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وإلى أسرته الذي استشهد حيث يتمنى الشهادة كل مناضل أصيل دفاعا عن الوطن وتصديا للانقلاب والانقلابيين. ربما يكون هذا الاجتماع أيها الإخوة الأعزاء فاصلا بين مرحلتين، مرحلة عشناها ولا زلنا نعيش أيامها وفصولها، ومرحلة قادمة مختلفة نوعا وهدفا وغاية. لقد زجبنا المغامرون فئة حرب دمرت بلادنا وأتت على الزرع والضرع وقوضت أو كانت تقوض أسس الدولة الوطنية والنسيج الاجتماعي والهوية اليمنية الواحدة. لولا قيادة رشيدة وحكيمة وصبورة تتجاوز بنا مرحلة الحرب وتأخذنا في ذات الوقت لمرحلة السلام والإعمار ممثلة في فخامة الأخ الرئيس. نعم، إننا إزاء مرحلة مختلفة نوعا وهدفا وغاية، هي مرحلة البناء والإعمار بمعناها الواسع بهدف التقدم نحو غد أفضل ومستقبل زاهر. نامل أن يكون لهذه الكلمات معنى مختلف في الأيام القادمة عما تعودنا على سماعه في السنوات الماضية. إننا نقترب من النصر رويدا رويدا، ويوشك الطغاة أن يضعوا السلاح وهم سيضعونه سلما أو حربا. سوف نستعيد صنعاء وسيرفع علم الجمهورية فوق جبال مران. لقد أيقنوا أنهم قد غامروا باليمن وشعبه، تطلعوا لحكمه على أسس وضلالات لم يعد شعبنا يقبلها. حاولوا مصادرة الإرادة الوطنية والقرار الوطني، فكان الانقلاب وكانت الحرب. لقد قاتل الشعب اليمني دفاعا عن قيمه الوطنية العليا في الوحدة وبناء الدولة الاتحادية الجديدة، ورفض كل العرب أن يستسلموا للأطماع الإيرانية، وكان التحالف وكان الصمود. لقد سبت الحرب في استشهاد الآلاف على مذبح الرغبة في السلطة والحكم من قبل فئة ضالة، وكانت الدماء وكان الدمار، وقد آن لكل ذلك أن يتوقف، وآن لنا جميعا أن نتطلع إلى سلام عادل دائم وشامل يقوم على الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة الدولة وعودة الشرعية، ومرحلة من الوفاق تجب ما قبلها لن تكون الكلمة العليا فيها إلا للشعب اليمني، والشعب اليمني وحده بكل فئاته وأطيافه وتياراته وتكويناته الاجتماعية والسياسية. لقد كانت زيارة فخامة الأخ الرئيس الأخيرة ولقاءته مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والشيخ محمد بن زايد ولي العهد في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل ذلك أثر طيب في تعزيز روح التضامن والتعاون والعمل المشترك بين أطراف التحالف. لقد أكدت هذه الزيارات وحدة الرؤية والموقف إزاء مجريات الحرب والوضع العام في اليمن. لقد أعلن فخامته بالأمس عن توجه من الأشقاء بتوفير 10 مليار دولار للقيام بتنمية شاملة. لقد تلقينا تأكيدات هامة وتلقى تأكيدات هامة من أعلى المستويات بأن هذا المبلغ قد أضحى متاحا لليمن وتحت تصرف الشرعية. بإمكاننا القول اليوم أن التحضير لمرحلة من الإعمار نأمل أن ترافقها عملية سلام شاملة سوف تبدأ في الأشهر القليلة القادمة بقيادة فخامته، وأن بشائر الخير تلوح بوضوح في هذا الأفق المعتم الذي طغى على حياتنا منذ ما يقرب من عامين. نحن قادمون على تحول حقيقي ينبغي أن نشمر له السواعد ونعيد به الثقة لقيامنا المشترك وسعينا الحثيث لبناء يمن اتحادي جديد صنعنا قواعده وأسسه في مؤتمر الحوار الوطني، وسنمضي نحو بنائه بروح خالية من الضغائن والأحقاد تضمد الجراح وتكفكف الدمع وتطمئن القلوب. سنترك خلفنا
مرحلة لابد أنها علمتنا الكثير من الدروس، مرحلة نعيد فيها بناء بلدنا ومجتمعنا على أسس مختلفة وقواعد ثابتة تحقق السلام، تحقق الاستقرار والعدالة، ولا يكون أحدا بعد ذلك قادرا على تهديد أمننا أو إقلاق السكينة العامة لنا أو لأشقائنا وأمتنا العربية أو يعبثوا من جديد بأمننا الإقليمي والدولي والقومي. الإخوة أعضاء المجلس، الإخوة المحافظون، أمامنا فرصة حقيقية للتغلب على واقعنا والخروج من أزمتنا، حيث يقدم فيها الأشقاء العون، كل العون لشعبنا وبلدنا. علينا أن نصوغ ومن خلال كفاءاتنا الوطنية وكوادرنا القديرة التي خبرنا كفاءتها خطة طموحة تشمل إعادة بناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بدءا بإعمار ما خلفه الانقلاب وما دمرته الحرب، وصولا إلى عملية تنمية شاملة. إن توجيهات فخامته تقتضي صياغة الأهداف العامة للمرحلة وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة، ووضع الخطط وإعداد الدراسات والتصاميم على نحو عاجل في مجالات منها الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات والاتصالات، وأن نضهض بالتنمية الشاملة في المدينة والريف، ويجب أن تشمل خطط المجالات الاجتماعية والثقافية، وأن تستهدف التخفيف من الفقر والعوز في البلاد، وأن تحفز على رفع الوعي والإعلام من شأن قيم التسامح ورفض العنف ونبذ الإرهاب. يجب أن تشمل دراساتنا على بناء 3 محطات كهرباء في عدن والحديدة وبلحاف بالوقود السائل والصلب بالغاز أو الفحم، يكون بنائها نهاية دائمة لأزمة الطاقة في بلادنا، بل يكون بنائها أساس النهضة نرجو أن نرى بوادرها قريبا. كما تقتضي توجيهات فخامته أن نهيئ أنفسنا لبناء المزيد والمزيد من المدارس الأساسية والثانوية والمعاهد وكليات المجتمع في المدينة وفي الريف، مجهزة بالكادر المؤهل ومعدة بكل وسائل التعليم الحديثة ترفع من مستوى التعليم وتؤسس لمرحلة تعليمية ومعرفية مختلفة، سيكون في أساس خططنا في المستقبل في القطاع التعليمي الاهتمام بالمعلم باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية. التعليم هو منطلقنا لغد أفضل، وما لم نحدث نقلة نوعية في هذا المجال فأن الطموحات في المجالات الأخرى ستبقى قاصرة. سيقضي التعليم الحديث على الجهل، وفي ذات الوقت سيمنع حدوث المزيد من الاضطرابات والحروب الأهلية حتى يرتقي مستوى الوعي العام في المجتمع، وأن نضع في الاعتبار ونحن نعد دراساتنا وخططنا أن نعيد بناء جامعاتنا لكي نضمن مخرجات تعليمية تتناسب وحجم تطلعاتنا المستقبلية. لدينا الكثير من الجامعات، لكن ليس لدينا إلا القليل من المخرجات النوعية، ولابد من إنجاز جامعات قيد التنفيذ وبناء الضروري من الكليات، وأن نهتم في هذا الشأن بالتخصصات العلمية والتوسع في التعليم المهني لتوفير المهارات اللازمة للبناء والتعمير. وبتوجيه من فخامته سوف نسعى لإحداث نقلة كبيرة في قطاع الصحة، بناء وإعادة بناء مستشفيات مركزية في كل عواصم المحافظات ومستوصفات ومراكز صحية في المديريات، وأخرى نوعية لمرضى السرطان والقلب وعيادات متخصصة لمرضى الكليتين حيث وجدت الحاجة لذلك. سيحظى الكادر الصحي بالمزيد من الاهتمام والتأهيل. سيكون علينا تنفيذ دراسات التحديث لمصافي عدن تواكب مستوى التطور الذي حدث في مجال صناعة وتكرير النفط، حيث غدا تحديث المصفاة شرط لازم لاستمرارها كمؤسسة عملاقة، والأمر كذلك بالنسبة لشركة النفط. كما أن تنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال في محافظات أخرى بالتعاون مع رأس المال الوطني والأجنبي تصبح متاحة إذا ما عملنا بسياسات اقتصادية منفتحة ورفعنا القيود التي لا زالت تعيق التقدم للأمام. وفي مجال النقل والمواصلات لدينا فرصة تبدو متاحة لتطوير وسائل النقل البري والبحري والجوي. هناك فرصة حقيقية لإخراج الدراسة المعدة سابقا لبناء قطار إلى حيز التنفيذ. لقد بدت لنا هذه الفكرة قبل سنوات طموحة أكثر من اللازم وغير واقعية، ولكن الدراسة أنجزت حينها وظلت تنتظر التمويل،
كانت هناك وعود بالتمويل ولم تتحقق، ويبدو أن الوقت قد حان لجعل هذه الدراسة والفكرة أمرا ممكنا لتمثل عنوانا جديدا للمرحلة. وتقضي توجيهات فخامتي تطوير وتوسيع وتعميق بناء عدن وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء. الهدف هو توسيع وتعميق الميناء وتهيئته لاستقبال السفن الكبيرة وسعته التخزينية، ويجب أن تشمل الدراسات تطوير وتعميق ميناء الحديدة والمكلل. ستبقى عدن رمزا لتقدمنا أو رمزا لبؤسنا، وعلينا أن نعيد لها أهميتها بدءا بتطوير المطار الذي وفرنا له المال خلال الأيام الماضية، مرورا بالمصفاة والميناء. عدن هي قاطرة التطور الاقتصادي المستقبلي لبلادنا، وعلى عدن أن تعي وتدرك الدور المحوري الاقتصادي والسياسي الذي ينتظرها في إطار دولة اتحادية قادمة لا محالة. وزراعيا وهو ما يشكل اقتصاد الريف، ينبغي التعجيل لبناء السدود حيث يمكن حفظ وتحويل المياه لأغراض الري وزراعة أراضي جديدة بهدف زيادة الإنتاج لكي يساعد على ردم الفجوة الغذائية المتزايدة من تزايد أعداد السكان وتوفير مزيد من المنتجات الزراعية وخاصة محاصيل الحبوب والخضار والفواكه والمحاصيل النقدية. هناك العديد من الدراسات عدت في السنوات الماضية يجب وضعها قيد التنفيذ طالما التمويل قد أتيح. إن الهدف هنا واضح، وهو أن نتقدم بالريف اليمني وبالفلاحين والمزارعين فيه، وأن نعمل على تحسين مستوى معيشتهم. يجب أن يكون لهذه الجمل معنى حقيقي في السنوات القادمة. وفقاً لتوجيهاته أيضا، علينا البدء بإعمار البيوت والمدارس والجسور والمباني والمصانع والمدارس والجامعات. يجب أن تعد الخطط السريعة للإعمار، لقد واجهتنا صعوبات جمة في التنفيذ بسبب الإمكانيات وحاجتنا لمزيد من المعدات والأغذية والمركبات للمواجهة مع العدو. وأعتقد أننا لن نحتاج لهذا كله في الأشهر القليلة، سنحصل على دعم المملكة ودول الخليج مجتمعة. وقبل ذلك كله، يجب إنجاز ما دمرته الحرب في النفوس والعقول. يجب الإسراع ببناء جسور الثقة والمحبة والإخاء والتعاون بين مكونات المجتمع. إن ذلك أمر منوط بالنخب السياسية والثقافية والدينية والتعليمية. هذه مهمة كبيرة وهدف نبيل وسامي، ولا ينبغي البقاء على تخوم الخصومات والصراعات والمآسي التي خلفتها وتخلفها الحرب، بل لا يجب الانتظار حتى تنتهي الحرب كلية. وسيكون من الحكمة هنا أن نفسح مجالا أوسع للقطاع الخاص المحلي بدرجة رئيسية والكتاب الشعبي العام في توجهنا الاقتصادي، حتى نضمن مجالا جديدا لزيادة الدخل للعائلة والفرد في بلادنا، وأن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند وضع الدراسات والتصاميم للمشروعات الجديدة. أيها الإخوة أعضاء المجلس، الإخوة المحافظين، لديكم وقت قليل لإنجاز الدراسات وتحديث المنجز منها. وكما أعرف أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبيرة التي ذكرتها قد أنجزت، كما يجب إطلاق حركة المجتمع والتخفيف من القيود البيروقراطية التي علقت بتجربتنا في تنفيذ المشاريع. ولا بأس إذا تعاملنا مع مبدأ دعه يعمل دعه يمر، إذا لم يكن هذا المرور على حساب قيم النزاهة والمنافسة والعلنية. إن وزارة التخطيط على وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقع المهمة الأكبر، ينبغي الاستفادة وعلى نحو عاجل من خبراتنا في التخطيط الاستراتيجي، ولا ضرر إذا استعنا بخبرات أجنبية أو طلبنا مساعدة المنظمات الدولية. كما يجب أن يراعى الاحتياجات المحلية، ولذا فالمهمة مشتركة بيد المالية مع المالية وبعض الوزارات المعنية والسلطات المحلية. يجب أن نغادر مبدأ مركزية التخطيط في كل شيء. هناك حاجة ماسة لبناء الخبرات والإمكانيات والبنى التحتية في الأقاليم لكي تساهم في التخطيط والتنفيذ. هناك حاجة لماسة لبناء الخبرات والإمكانيات والبنى في الأقاليم والمحافظات لكي تساهم في التخطيط والتنفيذ معا. علينا أن نهتدي
بما أقره مؤتمر الحوار الوطني في هذا الشأن. وفي الختام أقترح عليكم تشكيل لجنة لإعداد الخطة العاجلة لمرحلة السنوات الخمس القادمة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزير الإعلام، وزير المالية، وزير الصناعة والكهرباء، وزير الزراعة، وزير الثروة السمكية والنقل، وزير النفط ووزير الاتصالات ووزير التربية والتعليم ووزير الصحة ووزير السياحة ووزير الثقافة إلا إذا رأيتم خلاف ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.